إلى اليمن، حيث شن المسلحون الحوثيون قصفا بصواريخ الكاتيوشا على أحياء سكنية في مدينة تعز جنوبي اليمن، أسفر عن مقتل 11 شخصا من بينهم 4 أطفال وإصابة 22 آخرين بجراحة، وفق ما أعلنه مصدر عسكري يمني. وأعلن المصدر اندلاع معارك الليلة الماضية في معظم الجبهات على أطراف تعز بين قوات المقاومة الشعبية من جهة والحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله الصالح من جهة ثانية. وتشهد تعز وضعا صحيا متدهورا نتيجة شح الأدوية بسبب الحصار المفروض عليها من قبل الحوثيين.